عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية اليوم الرباط اجتماعها الأول لمناقشة التدابير المقرر اتخاذها من أجل حماية الوضعية الاقتصادية بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون إن هذه التدابير تتجلى بالخصوص في دراسة تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة، وتدارس وضعية المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة. وأبرز أن هذه التدابير تروم مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تباطؤ للنشاط الاقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع. اللجنة ديال اليقظة الاقتصادية الهدف منها هو تتبع يعني المؤشرات أو جل المؤشرات اللي كتمكننا من معرفة ما يحصل في الاقتصاد المغربي، وأيضا الأثر ديالها من الناحية الاجتماعية فيما يخص يعني الجانب الشغل. وبالتالي فهاد اللجنة غادي يكون اللي هي مكونة من يعني من أعضاء الحكومة المعنيين كل القطاعات، وايضا من جانب يعني القطاع الخاص اللي كيمثل يعني كل الفاعلين الاقتصاديين سواء من ناحيه ديال التجار او الصناع او يعني قطاع الخدمات. وبالتالي فغادي انطلاقا من هذه المؤشرات غادي نعرفوا شنو هما الاجراءات المواكبه اللي يجب اتخاذها باش يمكننا نتجاوزوا ان شاء الله هذه الازمه في الايام المقبله. ويعني بصفه عامه هذه اللجنه ديال اليقظه غادي تاخذ اجراءات اليوم يعني اللي اولا معرفه شنو هما القطاعات اللي عندها يعني اثر سلبي يعني واجراءات يجب اتخاذها على عجل، وغادي تبقى على تتبع فيما يخص القطاعات الاخرى والاثر ديالها على الناحيه الاجتماعيه.